عسلامة. السلام عليكم. عسلامة. عسلامة. شتعملوا في شرح ببرجيبة؟ والله يعني أنا كيكة قاعدين ندور وفدينا من الدار وكل شيء معناه يعني عادي. ديجاك تشوف معناتها خرجنا نشريو قضيات حاجات قش كما قال قش قش شوية كهو. شنو اللوك هذا؟ لوك عادي أنا باش مغروم؟ مغروم بالدونس وسكيت وباسكيت كهو وفيديو جيمز كهو. لا تنجم تقول كيف وما برشا حاجات مغروم بها معناتها من لبستي عادي كل شيء نلبس عادي يحكي معناها كلاسيك هذا يحكي. شنو تعملوا في حياتكم؟ والله ندانسي ومسكيتي وزاد دبرت خدمه في الاوتيل باش نمشي انيماتور. تقرا تقرا ولا؟ ليه مازلت مازلت. اما نخمم باش نعمل فورماسيون برمين معناها. كل هذا قرايه انا عندي عام توا اللي كملت القرايه ومش كملت معناها. خرجت من الدولي صارت لي حكايه في القرايه وليت ليبر و حاسيلو قعدت ليبر توا نخلص في العوام ونقرا سنة معناها. خرجت تكوين معناها. شنو الحكايه اللي صارت؟ ما عرفش معناتها تفديك ماست كيت لازيت عام اخر البريود الاخرى نتاع الدفوارات ما مش لاهي بها الحكايه لاهي بحاجه اخرى ولقيت روحي خرجت لبرا معناها عام الاول نفس العام عاودت وعام اخر معناها عامين في الوي تي ام. باش تحكي لي على علاقه التلميذ بالمعلم نتاعو؟ والله شو ثم معلمين حايلوا مع التلامذه وثم معلمين باهين مع التلامذه ثم معلمين صعاب مع التلامذه. 300 جربتهم يعني. بالنسبة لكم انتوما استاذ صعيب ما تحضرولوش؟ صعيب شبيه؟ ما تحضرلوش. صعيب ساعات نوصلوا نهربوا بالجدول هذاك. وحتى كان حضرت تبدا ماكش مرتاح. والله ما كذبش عليك ما تدخلش تدخل كان لونجلي كهو. خاطر حق لونجلي. كهو خاطر نكره المات والحاجة والفيزيك والسيونس هذوك ما همش جوي، جوي كان لونجلي كهو. وكهو هذيك هي. فمرة وقت أنا وبروف لونجلي دي يحبني على الاخر ما يخرجنيش جمله مهما يصير هو يحكي 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 وانا وقت شنيا قاعد راقد كي سمعت كلمه اوت سمعت كلمه اوت سي قلت له العم يس سير ما تحكي علي انا قلت له باش نخرج هكا وسي بعد يعني طردني بخمس ايام هكا معروف على اساتذة الانجليزيه يحبوا التلميذ اللي يحكي بالكدا انجلي باز باز انا يعني بالرسمي يحبني على الاخر خاطر ديما قرايه عنده على الاخر حتى انا نحب لونجلي على الاخر خاطر هو يحبني كاو وخمم زيادة باش بالفورماسيون برمين باش نخرج لبرا خاطر فيها كونترا تويت وكل شيء و كاو خمم كان باش نخرج لبرا تو خاطر ما عادش نحب العيش لهنا ماست شنو الماست في تونس؟ يبسط حاجة على اللوك نتاعك يقولوا لك فرير ولا كذا عميق ولا علاش فرير هذه حاجة أنت مقتنع بها؟ انا مقتنع بروحي لان معناها محليني في اي حاجه معناها وكل شيء ما يهمنيش كلام العبيد اخر همي معناها كلام العبيد ولا باش يقول لي مخي بك ولا حاجه كذا ما يهمنيش فيها عادي معناها كلام العبيد ما يقلقنيش جمله خلي يقول الغدو معناها هاو مخي بلوكك وكذا وش بك فرير ولا عادي معناها ما يقلقنيش شكون هم يقولوا لك هكا؟ برشا كل الضربين حواجبهم و طلع كيف هم الفريرات اصلا ولا برشا برشا عبيد زاد الكبار في مخاخهم كيما البارح جاني راجل يعمل لي شنيا اللوك هذا اللوك تاع نسيا ولا شني ما برجلي فهمتوش قلت له عايشك وكا هو بعد خليته ومشيت كا هو عادي تتعرض للحكايات هذم كل يوم نهار بعد نهار مره في الجمعه مرتين كل مره كيفين اما ديما وين الاكثريه؟ لهنا قدام تياتر مسمي حتى بلاصه تاع العميقين لهنا يقولوا بلاصه العميقين ما نعرفش اما هي نشوفها بلاصة عادية معناها كلها تركش فيها معناها عادي فيها شيء يحكي عادي هو ما هو في الاخر الا تياتر هو كلها باش تقعد غادي وانت شنو هي الحاجة اللي صارت لك؟ والله صارت لي حاجة معناها وصلت قعدت قدام بحذي هو معناتها في طاولة بجنب مع نفس البروف مع نفس البروف ما نعرفش قعدت مطبس برشا نغزر للكرة للساقية والكتاب زعما نغزر الكتاب ونغزر الساقية ونحب نضرب تسبيدري ولا حاجة الطفل اللي ورايا ما نعرفش يعمل بلانكو تاش الطفله اللي بجنبي انا طفله طول الدور دارت لي تعاركت معايا قريب من اوليو بالكفوف والشعورات واخي ما عندي الشاي مقرع انا ديجا ما بقاش منين في الشدني عندها ذوي فرحه سير على الفاز هو حاير شديتها من شعرها؟ ليه ما نشدش ما نضربش البنيات حاسي ولا حرام عندي خاطر خويته ونهار خرجني انا يحب يخليها هي ديما تقعد في الطاوله خرجت وليت ما عادش نحضر له وصلت حتى حطيت روحي حاضر ديما نهار كل ما نمشي عنده حطيت روحي ديما يعني هو جاي معاها هي وانا شيف دو كلاس معناها حاسي جمعة هي مشيت القائمة العام وسربا يوم معناتها يعرفوني ديسكو معناتها ديما نحضر وانا نغيب الجملة وجيت عنده هو ديما نغيب وليت كل ما نمشي نغيب وصلوا كلاس كامل غابوا معايا معناها شيف دو كلاس
دلست ريجيستر قبل ولا؟ جايبتهم الكل معايا. دلست ريجيستر؟ ليه دلست تيرا واحد بيه وقابلت بيه في الدار نحسب فيهم. احكي لي انت. يدي بطاقة دخول ندلس فيهم، فمر دلست البلتان تاعي، دلست الكارنيه تاع 6 ايام وقت تعدى 6 ايام، وحلت في برشا مشاكل برشا. حتى السيرتيفيكا نمشي للطبيبه نقول لها مريض تصدقني ناخذ السيرتيفيكا ونحضر، باش ما نحلبش لنا في الدار نغيب، اما نغيب كان عنده هو ساعة هذيك والله نمشي للمكتبه نراجع نجبد كتاب كراسه يحلب لي العساس اللي انا حقني نقرا. تصير مشكله اخرى. حاسيلو عديت واخر العام طايح في المواد الكل خاطر بالمشاكل بتاع القرايه وما نتخلطش برشا ولا اصحاب، نحكي معاه كعبتين ثلاثه مثلا هذا ولا اثنين، وما نلقاش كون ناخذ من عنده الراجعه والريفز. تراست لي عاودت العام الاول، العام الثاني ما تفهموش معايا الكل. كان المدير ديما يشجعني ياك باش تنجح سنين نحبك وليدي تقرا تكون راجل ورايز. عاودت العام الثاني خرجت قلت لي يزيني خلص نقرا ليبر. ليبر صافا نحضر مره في الجامعه. عدت العام بالله قبل عرفتك اللي نلعب برشا كالبلانيت وبرومو سبور نلعب من كل معناها باش نخرج برشا فلوس. ديما نفسها نجي اخرك الشهر وتجيني برشا فلوس وكل شيء ندبر سيرتيفيكا ونرجع نقرا. نعاود نفسها مره اخرى كان لونجلي برك ندخل. انت كيفاش تنجح باللونجلي اكا هاو؟ ولا خاطر نفسكي فاسيلمون معناها نفسكي. ايش نقوش بيك؟ ليه ولا ايش نقوش بيك خاطر نخبي لهنيا في شعري ولا في شعري عامله واحده معايا. مخبي فيها الفوسكه وكذا. كيفاش تخبي في شعرك؟ كيفاش؟ فما مره وقت شديت شعري كوت شيفوال وحطيت ثلاثه فوسكات لهنا لمت عليهم كي استنيت البروفا بتبز هكا ديما تكتب هذه معروفه بالكتيبه برشا ديما تكتب ديما تبز راسها ما تهزش راسها جمله. وقت اللي هي متبزه راسها انا عملت كي حليت كي هبطت الفوسكات الكل مفسكي 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 ومن بعدين كملت وخرجت ديما كيك. وساعات مره في السروال مقطع من هنا ندخلها من مره في كلاس مره في السبات عادي. اي كمل انت حكايتك. حاسد وصلت العام حتى في الليبرا ما نكذبش عليك في القرايه ما عنديش برشا. علاش اكثر الشباب ديما تختار انها تقرا بريفي؟ علاش؟ خاطر يحس رواحهم يدخل وقت ما يحب ويخرج وقت ما يحب وكل عام ناجحين وفرد الوقت ياخذوا المعلومه يقراها اما ما يحطوش في مخهم باش يوصلوا بها الحاجه بيه. مثلا انا النيفو تاعي بروميير تو واختي 7 سنين بعد الباك. القرايه اللي قراتها هي الكل اللي هي بها في الدار. انا حاطيني على جنب نتاع نعطوك الشهاده بتاعي انا ولا مشني عارف حاسي. خاطر تحس فما تقصير معناها من عائلتك؟ ليه خاطر جيت نشوف اختي في النيفو نتاعها مثلا ناجحه عندها تنجم تسافر لكندا تخدم طب هي تو. حسيت روحي بالباك ولا بليش عندي خدمه واحده باش نوصل لها كهو من كي الجيش مثلا عادي كيما بابا نوصل لك قبل وصلوا كله تو ولا بيس. هو تو يشوفوها البريفي حل خير من القرايه العاديه معناها. شوفوها حل معناها باش يرتحوا ويبقوا مرتحين فرد وقت معناها يوصلوا حاجه بالسهل. مرتحين اما ما يقراش. بالسهل يوصل حاجه باش ينجم يعمل حاجه بالسهل معناها. والله شو هو بنيفو ولا بليش تقرا لغه شنو هي حكاية تخلط توصل معناها ما تقفش الدنيا على حد شيء ثم برشا حلول في الدنيا مش كان بالقرايه توصل معناها ما توصلش معناها. القرايه به ليك انت معناها مش بالضروره باش تضمن لك نهار اخر خدمه ولا لا. ليك انت كنت تتثقف مثلا تعرف شنو الحاجه هذيك صحيحه من غال ساعات في الدنيا بركه تتعلم برشا حاجات اكثر من القرايه معناها فايده فيها فايده اللي ما اللي يوصل عنده فايده بها واللي ما يوصلش زاد يحاول كان باي طريقه اخرى يحسن من روحه برشا معناها في اللغه فهي حكايه معناها. انت شكون غرمك باللغه الانجليزيه؟ والله ما نكذبش عليك افلام وموسيقى معناها من صغرة معناها من عمري 9 سنين تبع في الافلام والموسيقى عجبتني معناها حتى المونتاليتي نتاعي ولد كيفهم بالضبط كيما الاوروب بالضبط اما كيكا معناها محليه حاجه محليه. فما برشا عباد يقولوا شبابنا تاع تونس ما يحكيش انجليزي. انجليزي لا والله فهم برشا. شنو تقول لهم؟ والله فهم برشا هذا غالطين الكل فهم برشا عباد تحكي انجلي اكثر من برشا عباد اخرين ماني اصلا حاجه بها يا راي الانجليه والله عندي انا الانجليه خير من الفرنسيه ما نكذبش عليك. نكره فرنسية. ترى انه اسهل؟ باز اسهل وتاع كيفية انترناشونال معناها تنجم تحكي به مع العباد الكل من اي بلاد معناها كيما المره اللي فاتت اقسم بالله عندي ساعه وقتها في سكيت بارك في المرسى تعرفت على واحد امريكي اسمه دومينيك من جرت لونجلي من جرت سكيت زاد خاطر هو سكيت تعرفت عليه نحكي وشافا جوني به ولينا اصحاب عادي معناها وبالرغم هو اكبر مني بعامين معناها. ما يقول لك افاده بها معناها ديما هذه فوتك بليله فاتك بحالها حاسيل واش شنو فيها حاجه اخرى ثم حاجه كل عام ديما نجح فيها ملينا في الاولى ما نعرفش هذه في الاولى موجوده ولا لا فورماتيك ديما كل شيء الاولى يعني فيها 20 ديما بلوسيت كل شيء ما نعرفش
تحب تكمل قرايتك ولا توصل لها راه ديما تحط شنو في القرايه الحاجه اللي بيت لك وسيله تتغرم بها توصل لها ذيك تبعها توصل خاطر كم انت شنو هي بروجرامك للمستقبل معناها تحب تكمل تقرا ولا لا بروجرامي نوصل وين باش نوصل في النيفو لغه البلاد باش نسافر لها مثلا ولا انفورماتيك يعني الكل تخمو في الهجره خاطر الهجره بعد الهجره تنجم ترجع تعمل افاده بها للبلاد نتاعك خاطر لهنا كان باش تكمل مع العرب ولا يحكي معناتها كلنا بنفهموا عندنا مخاخ ما نعرفش ما تنجمش توصل حاسه خاطر مش وانت مش نفس الشيء كيف فهمت تحب تهجر نحب نهجر والله انا ما نكذبش عليك نوصل غادي كما نحرق الفيزا تاع ونعمل انترناسيوناليتي معناها امريكان اي حاجه مستعد تبدل جنسيتك والله ما نعرفش هكاك ما نكذبش عليك نعرفش يمكن ليه ما نتصورش انت ممكن تكره الوضع نتاع البلاد ما تحب تونس ما باز هي كبلاصة بيئية راهي هي كبلاصة بيئية أما عبيدها مونتاليتي فما عندهمش مش كلعب عبيدك المقتنعة معناها اللي الاختلاف بيئي معناها وفازير توا كي تسامحني لحظة كيما اللي في التياتر توا البيرسينغ ولا شعره كيرلي ولا يلبس ما نعرفش حاجات معناها مخك يهبزك هاو معناها مانيش موجودين احنا اللي كيف احنا كي مانيش موجودين في تونس ماهمش حاسبيننا أصلا والله اقسم بالله النجم ندخل النجم انا نعرف الممثل النجم ندخل نقرا مسرح وكل شيء اما ما يخلونيش مثلا انا مثلت قبل في فيلم ومشهور في اليوتيوب وعندي كونت في التيك توك معناها مغروم ماله بتمثيل التمثيل ولا عندي ما عنديش اشتراك وجو ميريجل معناها اما هو قال لك على الاخر وما نعرفش كان عنده ستاج عندي شاد وعندي ستاجيات تقرا مسرح توا حاجه اخرين راه بخلف المسرح ديجا نزلت البارح كملت في السليمانيه ومره في جبل الاحمر حمام نلف هي بلايص معناها عندي فيهم ستاج وشني اخر بخلف هذا قاري في الحميه المدنيه هي الاحمر سيكوريزم وعندي في الكشافه قائد عندي حاجات معناتها مغروم بهم ونعمل لهم مش لازم معناتها تكون كان قرايه توصل فيها معناها هذيك اللي نعرف هذم مواهب والقرايه حاجه اخرى هذيك ليك انت مش قوي لك في المواهب نتاعك في النيفو نتاعك في العلم نتاعك نعرفها حاجه المهم واحد يكون وياي خاطر اللي مش وياي في الدنيا هذه ما يوصل شيء يبدا مش قاري حسب الغدوه يكبر شي يعمل هذاك ما يوصل شيء كيكبر يبدا من عمره 17 ديجا انا من 16 نخمم في موضوع عمري 17 من بين 20 ولا يحكي ما توصلش تخممش من تو الحاجه باش تعملها غدوه ما توصلش ما تطيح غدوه تقوم تلقى روحك ماكش عارف تعمل شيء